اما على المستوى المحلي، واحد من اهم الانديه اللي دخلت سوق الانتقالات بمنتهى القوه هذا الموسم هو فريق سيراميكا كليوباترا. سيراميكا كليوباترا منذ صعوده للدوري الممتاز وهو بيحاول يدور على مكانه وسط الكبار. اول موسم الظروف والتبديلات واجهزه فنيه كان في شويه لخبطه، تاني موسم يعني ها، وبعد كده جه الكابتن احمد سامي الامور بدات تتظبط، بس تحس كده ان قوام سيراميكا كليوباترا الموسم الماضي مع الكابتن احمد سامي مش دي لعيبه الكابتن احمد سامي. يعني ايه مش لعيبه الكابتن احمد سامي؟ الكابتن احمد سامي في مدربين كده تقدر تفهمهم، يعني لما تبص على الفرقه من غير ما تشوف مين اللي قاعد على الدكه بره تقول الفرقه دي بتاعت احمد سامي، الفرقه دي بتاعت المدرب الفلاني، ليه اسلوب وطريقه معينه بيقدر يفرضها على الخصم. مش بقول اسلوب محفوظ فالناس عارفاه، لا، اسلوب يقدر يفرضه على الخصم. طب الاسلوب ده بيبقى محتاج ايه؟ محتاج عناصر، العناصر اللي يفهمها المدرب والمدرب يقدر يديله فكره ويشتغل بيه. بيب جوارديولا بيشتغل كده، يعني بيب جوارديولا لما بيروح اي نادي يقول لهم انا عايز فلان وفلان 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 من كل حته في العالم عشان دول هيعرفوا يطبقوا اسلوبي، جبتوا لي لعيبه ثانيه مش هعرف اشتغل. دلوقتي كابتن احمد سامي مع اداره سيراميكا كليوباترا بيعملوا الفرقه بتاعت احمد سامي، الفرقه اللي يعرف يشتغل بيها احمد سامي. لما تبص بقى على تشكيله سيراميكا كليوباترا اللي هيخش بيها الموسم الجديد تقدر تتوقع مع مدير فني كبير هو واحد من افضل المدربين المصريين في السنوات الاخيره الكابتن احمد سامي، تقول سيراميكا بقى السنه دي وارد جدا يروح لبعيد. يروح لبعيد فين؟ ده اللي هيقوله الكابتن احمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا الكابتن الكبير كابتن احمد سامي. يا كابتن احمد مشرف ومنور. يا كريم عامل ايه؟ وحشني. وانت وحشني جدا جدا، يعني اخبارك ايه؟ الله يخليك الله يخليك. دايما مبدع ودايما رائع. وسوق الانتقالات ومش عارف سمعتني وانا بتكلم ولا لا، دي لعيبه الكابتن احمد سامي. يعني كل لعيب بيروح الفرقه بقول اه ده لاعب احمد، يعني بحس فنان حتى في الملعب هيشتغل ازاي. هو الحمد لله، يعني احنا يعني انا جيت السنه اللي فاتت كنت طبعا كانت فتره باتفاق مع الاداره ان انا يعني اتفرج على اللعيبه واشوفها واعيد تقييم، وفي نفس الوقت كنت يعني عايزين نعيد هيكله الفرقه السنه دي. طبعا جبنا لعيبه من ممتاز بيه وجبنا لعيبه من النادي الاهلي، لعيبه مهمه وبالاضافه لابوكا راس حربة بشكل كويس، واحمد ياسر ريان وبيكهام وشكري ورجب نبيل، يعني جبنا لعيبه طبعا لعيبه جديده عدنا هيكله الفرقه، وفرقه بقت يعني فيها من كل مركز اثنين، يعني عاملين فرقه كويسه لسيراميكا، يعني في لعيبه مستقبل يعني هتيجي واحده واحده، وفي لعيبه كبيره اصلا ليها يعني متمرسه في الدوري الممتاز، ومطلوب يعني ان احنا ان شاء الله يبقى التجانس يبقى احسن الفتره الجايه في يعني اول من اول ماتش في الدوري، هو ده اللي هي دي السباق، ان يحصل تجانس بشكل كبير جدا على اساس ان مش هيبقى الدوري هيبقى ماتشات ورا بعض، مش هيبقى فيه فرصه، بس ان شاء الله باذن الله يعني هنحاول بشكل كبير. هو سبق الدوري، نحاول نجمع نقاط بشكل كبير جدا تخلينا في مكانه تليق بالفرقه واداره نادي سيراميكا. بكره اخر يوم في سوق الانتقالات، هل الامور بالنسبه لسيراميكا كده القائمه اتقفلت ولا لسه فاتح المجال لضم لاعبين اخرين؟ لا ان شاء الله يعني هيبقى موجود صلاح محسن كمان ان شاء الله. صلاح محسن هيبقى موجود ان شاء الله، يعني لسه يعني الاتفاق النهائي موجود بالادارتين، بس ان شاء الله يعني بنسبه كبيره هيبقى موجود ان شاء الله. اعاره ولا بيع نهائي يا فندم؟ لا ان شاء الله، يعني لسه الاتفاق يعني بكره هتبان كل حاجه. اغلب الظن ايه؟ ما يعني والله لسه ما تعرفش. لا بس وارد يبقى بيع نهائي، يعني ده من الحاجات المطلوبة. لا لا لا، يعني غالبا هيبقى اعاره، غالبا غالبا اعاره. هل في لعيبه تانية من الاهلي ممكن تضمها ولا هو صلاح محسن؟ عشان عارف انه برضه في كام اسم من الاهلي كانوا معروضين. والله لسه يعني فاضل زياد طارق. اليوم بيفرق، يعني هو فاضل يوم واليوم ده ممكن يحصل فيه تغيرات كتير يعني. انا اقصد ان حضرتك محتاج اكتر من صلاح محسن، يعني لو في متاح ممكن تاخد اكتر من صلاح محسن ولا انا اقول لك على حاجه. في لعيبه في نادي الاهلي بتبقى يعني عندها مشكله ان هي في حته المشاركه، بس اي لعيب بيخرج من نادي الاهلي نادي الزمالك طبعا بيبقى لعيبه مهمه ولعيبه بتفرق معايا، فطبعا لسه الامور دي معانا يعني ما حددتهاش، هتبان بقى بكره بشكل كبير جدا، لسه يوم طويل يعني. هل في لعيبه هتخرج من سيراميكا في اخر يوم ده ولا خلاص ما فيش لعيبه هتخرج؟ غالبا لا. يعني اقصد انه مثلا صلاح ده ممكن ما يخش في حاجه تبادليه مع الاهلي ولا مش هيجي في حاجه تبادليه؟ صلاح مين؟ صلاح محسن. لا لا لا
مش هيخش في حاجه تبادليه، انتوا هتاخدوه بس مفيش حد تاني. طيب هل كان في كلام برضو اتقال في الاعلام انه احمد مصطفى ميسي، هل انت طلبته او طلبت استعارته من النادي الاهلي مره اخرى؟ لا لا، الكلام ده ما كانش وارد برضو، ما حصلش. لا مش حقيقي. ولا زياد طارق؟ لا زياد طارق لسه يعني موضوع الامور لعيبه نادي الاهلي دي انا ما اقدرش اتكلم فيها، لكن هو بالنسبه لميسي لما اتباع لنادي الاهلي، لا انا ما طلبتش ان هو اعيره تاني من النادي، والنادي الاهلي ما عرضوش للاعاره. ما عرضوش اصلا؟ لا ما عرضوش. طيب دلوقتي تشكيلة سيراميكا زي ما حضرتك اتكلمت كده مليانه لعيبه وعناصر مهمه واسماء بروميسنج واسماء قدمت مستوى كويس المواسم الماضيه. سيراميكا بقى له كذا موسم بيحاول ياخد خطوات لقدام، انت حاسس كابتن احمد ان هو يقدر ياخد الخطوات لقدام دي الموسم اللي جاي؟ لعيبه كويسه جدا، وان شاء الله يعني احنا بنامل يعني توفيق ربنا نمره واحد، ونامل ان السنه دي تبقى يعني سنه ناديها بشكل كويس، وطبعا النتائج دي انت عارفها كريم، دي توفيق من عند ربنا يعني ان شاء الله. اللي انا فهمته ان معظم صفقات سيراميكا يا اما صفقات تبادليه يا اما صفقات، يعني ما اظنش انه سيراميكا دخل الماركت دوت ودفع او دفع في ميزانيته ارقام كبيره، انا فاهم صح ولا غلطان يا كابتن احمد؟ بص احنا اشترينا ابوكا، وابوكا برضو كان في نسبه منه لعيبه دخلت، وفي نسبه منه فلوس لامبي، واشترينا كناريا واشترينا بسام، لكن باقي كله احنا غالبيتها كلها ارقام صغيره جدا ممتاز بيه وبتاع، لكن هو الثلاث ارقام دول هم دول اللي كانوا يعني هم دول اللي شرى لعيبه، طبعا كانت لعيبه مهمه بالنسبه لابوكا، طبعا عامل مواسم كويسه مع امبي، وكناريا مع سموحه، وبسام طبعا جول لا يختلف عليه حد. اول مباراه رسميه لشادي حسين النهارده بيشارك فيها مع النادي الاهلي، رايك في المستوى اللي قدمه شادي النهارده؟ لا شادي عمل ماتش كويس، وربنا يعني كل ما هيخش اكتر ان شاء الله يبقى اضافه كويسه ويفيد نادي الاهلي. طيب هسالك سؤال فني قوي وانت اللي هتقول لنا وهتفهمها لنا، عشان كان في كلام النهارده ومناقشات فنيه كتير في هذا الامر. شادي حسين الافضل ليه يلعب سترايكر ولا يلعب جناح؟ لا سترايكر. سترايكر مش جناح. لا جناح انا كنت بلعبه جناح، هو عنده المرونه دي بس ما بيأديش فيها زي ما بيأدي في السترايكر، لان انا كان عندي مشكله في الحته دي، يعني ما كانش عندي جناح في الفرقه السنه اللي فاتت، فكنت بقى لاعبه في المنطقه دي، بس انا كنت بقى برضه بيجري في مساحات راس الحربه، عشان كده هو جاب اجوان السنه اللي فاتت كتير، يعني ما كانش بيلعب جناح صرف، لا من ناحيه التكتيكيه كان بيكمل راس حربه تاني، كان ساعات باسم مرسي بيلعب، ساعات حمزه مجدي بيلعب، وهو بيبقى اغلب ان بيبقى راسين حربه، واحد بيجي من تحت وواحد ثابت. يعني هو في الاخر هو احسن مركز ليه هو رقم 9 يعني. صحيح. القرعه بتاعت الدوري النهارده وقعت سيراميكا كليوباترا اول مباراتين في منتهى الصعوبه المصري والزمالك، واعتقد ترتيب المباريات كمان يعني اوائل المباريات صعب على سيراميكا كليوباترا، شفت القرعه ازاي النهارده؟ يعني هتبقى صعبه على كل الناس، مش صعبه على علينا بس، يعني انت كل الفرق هتلاعبها زي ما هي صعبه على المصري، صعبه علينا والعكس صحيح، برضه المصري فرقه كبيره والزمالك برضه، يعني احنا هنحاول بشكل كبير جدا ان احنا نبقى موجودين من اول الدوري يعني ان شاء الله. كابتن الكبير كابتن احمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، واحد من افضل المدربين الموجودين في الكره المصريه في السنوات الأخيرة، وأحيانا كان الأفضل على الإطلاق، مدرب كبير كل فرقة بيدربها له بصمة معها، كل فرقة يعني أنا أفهم إن المدربين في مدرب يوفق مع فريق ولا يوفق مع فريق آخر، لكن بصراحة كابتن أحمد سامي من ساعة ما بدأ مشواره كمدير فني في الدوري الممتاز يؤدي مع كل الفرق بشكل رائع جدا جدا، وزي ما قلت لكم أنا أتصور وأتوقع إن سيراميكا كليوباترا لو بنتكلم دائما عن حصان أسود كل بطولة يعني، فأتصور أو أتوقع مجرد توقع أن سيراميكا كليوباترا هو الحصان الأسود لمسابقة الموسم القادم، ونرجع لبعض بعد كم مباراة أو بعد كم أسبوع في الدوري إن شاء الله.